القحطاني. انا ممكن اختلف معك وبدر واختلف مع الزملاء. انا جميل اخيرا اخيرا يعني يلا الى حد كبير عيد غير مقنع على الطرفين ابو بدر، يعني في الجوانب الهجوميه في الطرفين اتكلم هنا عن الهلال وحتى عن الاهلي كانت مباراه خلينا نقول فيها الكثير من الفرديه، فيها الكثير من الاعتماد على امكانيات اللاعبين، فيها الكثير من الاوقات اللي ما كان فيها الامانه خلينا نقول بناء صحيح واستغلال الفراغات الكثيره اللي كانت المباراه سواء من جانب الاهلي او حتى من جانب الهلال، واول لاعب استغل هذا الفراغ انفرد وسجل هدف. ففي الجانب الهجومي الأمانة كانت من اقل المباريات على مستوى خلينا نقول المجموعه في الفريقين ما كانت قادره انها توصل باستغلال تام، يعني ما كنت تشوف فريق هو اللي يسيطر يجبر صاحب الاخطاء اللي يقع فيها انه يتجرع مراره اخطاء، على العكس تماما كنت تشوف هدر كثير، اللمسه الاخيره كانت تغيب كثير من الفريقين والى اخر لحظه بدر كنت تشوف هذا الجانب تشوفه حتى في الاهلي وحتى في فرصه كاريلو. لكن على الجانب الدفاعي اراها كانت الى حد ما جيده للاهلي، اما الهلال اطلاقا ما كانت خلينا نقول على مستوى القراءه ولا حتى على مستوى اداء جيده للهلال. اميل انها كانت يعني مباراه ما فيها اي فريق يستحق الانتصار، اقرب كلا هذا الفريقان كان الى التعادل منه الى الانتصار.